كنت اول اشتغل في كان ما في عندنا هني، اول ما فتحت الدكان هني كان عندنا يعني ما كان في يعني بدايه اول يعني هذا الدكان هذا هني سويته كان اول كبدايه فتحناه ويبنى قمت اشتري من دبي واجيب ابيع هني من شوي كنت اشتغل في الجوازات بعد المده هذه تميت يعني كل يوم كل سنه شوي طول اعطينا محاسب اعطينا والحمد لله يعني نجحنا في هذا من العمل بس اللي احنا فيه يعني نشتري ونبيع يعني ما في عندنا زياده غير هذا. هو حضرتك ابتديت الاول فكره البناء مواد البناء ولا فكره بيع ادوات الصيد؟ لا احنا مواد ادوات الصيد احنا اول كان هني نبيع سمك في المحل هذا لانه ما كانت سوق السمك هذا هني ما كان فيه احنا كنا نبيع فيه سوق سمك والربع جماعه قاموا يجوا فقالوا عاد لازم انت تبيع السمك لازم نبغي اغراض مال السمك فقمت طيب لهم من دبي يعني كانت البدايه بيع سمك وبعد كده جت فكره اللي انتم تبيعوا كمان ادوات الصيد زين نعم جميل فقمت بعد ادوات الصيد وشوي وقمنا نجيب بعد ادوات بناء واحد يبغي طرقه واحد يبغي مشار واحد يبغي يعني في نجاجير هنا عندنا قاموا يشتغلون المهم قلنا نكمل لهم العمل. وحضرتك اسست المكان بقالك قد ايه؟ والله انا اسست من زمان يمكن من 77 ما شاء الله. طيب سيد ابراهيم ممكن تقول لنا بالنسبه لادوات الصيد ايه الخدمات اللي انت بتقدمها وايه المعدات اللي متاحه عندكم؟ ادوات الصيد هي اللي عندنا احنا بس السناره ولوازم اهلها الميد الطعام ما في عندنا احنا اول كان يجيب طعم ربيان وعومه وهذا الحين ما نجيب اول كان يجيب الحين ما نجيب لان يبغي ثلاجه ويبغي شيء خلينا نقول ماشي. طيب والخدمات اللي موجوده المعدات اللي بتبيعوها في مواد البناء زي ايه مثلا؟ من كل شيء ادوات البناء شو الملزم كل ما صحيه كهربائيه اي شيء او حتى مال هاي اكفال كلنا عندنا بعدين عندنا احنا وكاله مال اليال واليونيال عندنا احنا براس خيمه هذه اخذناها اعطونا وكاله. لأني عندي ادوات صيد ادوات بناء وهناك عندي ادوات صيد في محل ثاني لان اول كان كل مكان كل هني ادوات صيد وادوات بناء بعدين الجماعه قالوا لا نبغي نحن نجرب من هناك على البحر وجدت لهم البيت هناك وبعدين اشترينا المحل هناك وصار هذا ملك وهذاك ملك هناك. طيب حضرتك هل في فروع ثانيه ولا انت بس؟ لا بس هاي اثنين بس هني وهناك بس هم المحلين نعم ادوات صيد وادوات بناء. طيب وخطوط البيع بقى عندك يعني هل اللي بيشتري منك اكتر الناس اللي هي في راس الخيمه ولا ممكن بيجي لك من امارات ثانيه؟ لا يجوا من الامارات نجمه من دبي من الشارجه من كل مكان لان احنا ساعات يعني مسهلين السعر ما نزيد السعر نعطيه سعر مثل يعني شيء بسيط حتى انه في انه في الشارجه في عجمان صاروا يعادونا ليش انت تبيع؟ يوم يجوا يشتري من شيء قال لا انت ما نبيعك انت تخرب السوق تبيع ارخص تبيع رخيص فاحنا ما نعطيك لان انت اسعارك تنافسيه تبيع لنا رخيص خسر خرب على الباجي وخرب كنا ما لازم قمنا احنا نشتري عندي عند الولد الله يكرمه بخير احمد قام يجيب لنا من برا يجيب لنا اشياء محتاج لها نجيب من برا نطلبها طلبيه. وحضرتك معظم الادوات عندك هل بتستوردها من برا ولا بتجيبها كلها من هنا؟ لا معظمها من هنا لكن ادوات البناء كلها من هنا لكن ادوات الصيد شيء من برا
يعني مش اني هناك يبي مبلغ كبير شوي يعني ما احنا عن قد حالنا يعني ما قد. سيد ابراهيم ممكن بقى تكلمنا بعد قصه الكفاح الجميله دي تقول لنا مين هم شركائك في النجاح؟ الله سبحانه وتعالى والاولاد يعني الولد عندي ولد احمد جزاه الله خير يعني ما يقصر يوم يحتاج لشيء يسوي طلبي ويجي قام يعني شوي ساعدنا. طيب ممكن حضرتك بقى تقول لنا ايه هم فضل دولة الامارات عليك؟ لا والله جزاهم الله خير ما مقصرين يعني الحمد لله رب العالمين. ناخذ هو كنت اشتغل بالولاد حمد قاعد ولو ان معاش راتبنا ضعيف شوي لكن الحمد لله يمشي الحال. يعني ما نهتف بالراتب عندنا المحلات هذه تكفينا. ممكن حضرتك توجه رسالة لشيوخ الدولة؟ والله يعني نقول نشكرهم جزاهم الله خير ما مقصرين شيوخنا والنعم جزاهم الله خير يعني والحمد لله رب العالمين واحنا بخير بنعلم فضل الله ثم فضلهم. وانا اذكر ان الشيخ زايد الله يرحمه يعني انا درست خلصت من ابتدائي الى جامعه خلصتها بسبب الشيخ زايد جزاه الله خير الله يرحمه ويغفر له يعني هو بسبب انا اذكره جزاه الله بارك الله لك الانسان هذا اللي قام في الواجب يا الله.